مصرع العشرات من الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الأجنبية في حلب. مقتل 8 من عناصر الشرطة المصرية في هجوم جنوب القاهرة. المبعوث الدولي يؤكد استمرار المشاورات اليمنية في الكويت اليوم. نشرة الأخبار من أكاديمية فوكس للإعلام، أهلا بكم. أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 20 إيرانيا بينهم 13 مستشارا في الحرس الثوري، وذلك في المعارك التي جرت في ريف حلب الجنوبي. وأضاف المرصد أن من بين القتلى 6 من عناصر حزب الله اللبناني و15 مسلحا أفغانيا. وكانت وسائل إعلام إيرانية أكدت مقتل 13 من الحرس الثوري وإصابة 21 آخرين بمعارك في منطقة خان طومان بحلب. أفاد بيان لوزارة الداخلية المصرية بمقتل 8 عناصر من قوات الشرطة جراء هجوم على سيارة أمنية في حي حلوان جنوب القاهرة. وأوضحت المصادر أن مجهولين أوقفوا السيارة وفتحوا النار عليها، ما أسفر عن مقتل ضابط و7 من أفراد الأمن. أفاد مراسلنا في الكويت أن المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ علق المفاوضات خلال الجولة المسائية من المحادثات اليمنية بين وفدي الحكومة والمتمردين، وذلك بعد أن انتهت من دون تحقيق أي نتائج. ونقل مراسلنا عن مصدر رسمي في الأمم المتحدة أن المفاوضات ستستأنف غدا، وأضاف أن وفد المتمردين يرفض التعامل مع جدول أعمال المباحثات واللجان الثلاث ما لم يتم تشكيل سلطة تنفيذية جديدة. نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير. البرلمان الليبي يؤجل التصويت على الحكومة الجديدة بعد انسحاب وزيرين منها. أهلا بكم من جديد. بعد ساعات على إعلان حكومة الوفاق الوطني، أعلن وزيران الانسحاب منها، ما دفع بالبرلمان إلى تأجيل جلسته المقررة للتصويت على منحها الثقة، وذلك بحسب ما أفاد مراسلنا. وكان المجلس الرئاسي قد أعلن ليلة أمس عن تشكيلة معدلة لحكومة مؤلفة من 13 وزيرا بموجب خطة تدعمها الأمم المتحدة بهدف إنهاء الصراع في البلاد ومحاربة الإرهاب. وأحد أسباب الخلاف الذي يعيق تشكيل الحكومة يعود إلى توزيع المناصب الوزارية وخاصة حقيبة الدفاع. في خبرنا الأخير، أضاءت سماء نيويورك آلاف من طيور الحمام المزودة بمصابيح صغيرة مثبتة بأرجلها في عرض لافت جذب أنظار سكان نيويورك وزوارها. وسيتكرر العرض كل أسبوع من 7 من مايو آيار وحتى 12 من يونيو حزيران. في الختام تذكير بأهم العناوين. مصرع العشرات من الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الأجنبية في حلب. مقتل 8 من عناصر الشرطة المصرية في هجوم جنوب القاهرة. المبعوث الدولي يؤكد استمرار المشاورات اليمنية في الكويت اليوم. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا. للمزيد من الأخبار يرجى زيارة موقعنا www.focusacademy.tv. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.